واخد بالك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وعايزين ندخل الحلة والغطا في قلب بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع؟ نعم؟ كويس من اي ارتجاع؟ يا عم يلا يا عم، يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده، ده بيحلم وهو قاعد يا عم. ده تنفلتك الصعب معلش يا لمبي. لمبي بالظبط ايه؟ عشان خاطري الجواز اللي مش هتسلم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخلفه في مفرد الجزمة. انت جاي ابنك في قلب الوقت، انت جاي ابنك في قلب الوقت. تبلغ عند الحكومه يا عم لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه لمبي؟ والله العظيم كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتو انما سجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابوك يا لمبي. هاتو والله بتاعت الضابط مش سامعك حاجه. والجواز يا لمبي يا عم الجواز ما كانت لازم تنتهي معايا الصوره دي. الله يخليك انت يا لمبي واحده انت بتسبب. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك؟ اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتدار. وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وتدار، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضبني من كتفي، وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن اسنجيت. بقى وضح لو سمحت. وضح اسنجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا. والدنيا دي يا سعادتك امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشه في كوخه، عايزين نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن، والجريمة لا تفيد. وأطلب في نهاية البرنامج أغنية لأم العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نانتا. ثابت يا مسجون بتطفك ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاية ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاية يا مسجون. لسان الطاية؟ لسان الطاية اهو اهو البس طاية. البس طاية حد كله يتحرك. خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين أحبك. يا سلام، صاحبي حبيبي
بس هودي لك حاصرك تنسي المساجين الصغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس احترس مني، هتلاقيني منط لك في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هاتوا لي الكلب ده هون على مكتبي. ايه يا عم انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكرة الجل يا عطري. الحقونا يا باب الحقونا. تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. يتوزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني أنت وهو، طبعًا محدش قدكم. آخر ليلة تبقى في السجن. يتوزع على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروح ايه؟ مروح ايه؟ هرجع افراج يا راجل والله ما كنت حاسس ان انا مريض. اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم. انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا الدواء المرة دي مستورد. ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفة. والشفة نزلت 24 ساعة بس ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف انا مش هعيش حياتي كلها بق موارب. البنت مش عارف ابوسها يا فندم. الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبرة. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازة. نعم اجازة. اجازة؟ ايوه. يعني ايه اجازة؟ بقالي شهر ما نزلتش. شهر ايه؟ بقالك شهر ما يعني ايه بقالك شهر ما نزلتش؟ انا بقالي سنتين سنتين هنا ما نزلتش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. انا اسف فندم. يعني ايه اجازة؟ انا اسف فندم. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ حاجة غريبة قوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنه. ما شاء الله يا فندم بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا ادهم. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان يا ادهم خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفة ابتدت تتحرك بطريقة غريبة وطبيعية. المطلوب يا ادهم خلص.
هو يا فندم بعد اذن سعادتك. دي انا. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية أجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. أوكي، مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفاية، مش محتاج الدي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام، بسيطة جدا. الموبايل إيه المشكلة يعني؟ نجيب له موبايل يعني، على الأقل يتصل بالأولاد كويس، ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه، وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص، يبقى كلامي اتسمع، زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم، اختار مواضيعك معايا واحصل. تمام يا فندم. ادهم، لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيك يعدي على خير. اظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقولك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت ليسانس. صراف. تمام يا فندم.